بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ نكمل كلامنا مع بعض عن الربسة والدلوع. وبالتالي يجي هنا في المنطقة دي نلاقي فيه كلام حلو قوي، واخد بالك؟ وكلام يعني ممكن يكون فني شوية. لما جينا اخدنا الموضوع الايه الفقرات زمان، قلنا ايه لما نيجي نشوف الضلع مثلا؟ لو افترضنا ان مثلا اهو ده الضلع رقم 5، الضلع بقى عكس الفقرة. يعني الضلع دايما راجل طموح يمسك في فقرته والفقرة الاعلى منه، يبقى الضلع يمسك في الفقرة بتاعته وفي الفقرة الأعلى منه. يعني ده مثلا ضلع 5، فتلاقي دي الفقرة رقم 5 ودي الفقرة رقم 4، وهو يجي يمسك في الفقرة رقم 5 اللي هي الفقرة بتاعته والفقرة رقم 4. خلاص كده. جينا بقى عكسنا مثلا الفقرات، تجد الفقرات متواضعة شوية. الرب يبقى الرب إيه؟ طموحة. الرب أو الضلع ياخد في الفقرة بتاعته وياخد في الفقرة اللي فوقيه، إنما الفقرات متواضعة. الفقرة دي واخد بالك تاخد في الايه؟ في الضلع بتاعها، ماشي، والضلع الاقل منها. ما هتقول لي ما هي الفقره متواضعه شويه، واخد بالك، تاخد فوق او تستقبل فوق الضلع رقم 4 اللي هو الضلع بتاعها، وتستقبل تحت الضلع رقم 5. الضلع رقم ايه؟ رقم 5. لا بالراحه كده تاني عشان تبقى انت بس متخيل الموضوع كويس. الضلع ده راجل طموح، يعني لو افترضنا ان ده الضلع رقم 5، واخد بالك، يجي هنا اهو ياخد الفقرة بتاعته اللي هي فقرة رقم 5، وياخد الفقرة اللي فوقيه اللي هي الفقرة رقم 4، بينما الفقرة متواضعة. واخد بالك، الفقرة رقم 4 تعمل ايه؟ تاخد الضلع رقم 4 اللي هو الضلع بتاعها اللي فوق، وتاخد كمان وتعطف على الايه؟ على الضلع اللي تحتيها اللي هو الضلع رقم ايه؟ رقم 5. يبقى ثبت عندك الايه؟ القاعدة دي. الضلع راجل طموح ياخد فقرته والفقرة اللي فوقيه، انما الفقرة متواضعة تاخد الضلع بتاعها والضلع اللي تحتيها. طيب بقى ان انا اجيب لك الضلع ده، واخد بالك، ونبدأ احنا نجيبه بره ونتفرج عليه يعني بشكل اوضح شوية. منظر زي ما احنا شايفين، منظر جميل جدا للفقرات. لما نيجي نبص هنجد ادي رب او ادي ضلع اهو، خلاص كده اهو، راجل مال بهدوم وراجل محترم جدا جدا يعني. طيب الضلع ده بقى ايه نظامه؟ ده منظره من الانتيريور، من قدام هنجد بيتواجد في الجزء الامامي. هنا هنجد ادي الكوستال كارتليج اللي هو الجزء الكارتليج ده، وبعدين ده جزء بنسميه الاكسترنال سيرفيس او الجزء الخارجي. شوف انا طلعت الضلع زي ما هو، ببص عليه من قدام، ده السطح الخارجي الاكسترنال سيرفيس، وده اللي هو الانترنال سيرفيس او اللي هو السطح الايه الداخلي. ده اللي بيبقى موجود ناحيه الايه، ده اللي بيبقى موجود ناحيه بره ناحيه السطح، انما اللي جوه ده اللي هو بيبقى موجود بقى ناحيه اللانج، ناحيه الرئه ومش عارف ايه والكلام ده. يعني تخيل كده معايا، اللانج او الرئه بتبقى هنا كده مثلا، والكارديو او القلب بيبقى هنا، فدي ده يعتبر الانترنال سيرفيس او السطح الداخلي، بينما ده هو السطح الخارجي. بيتواجد كده في الانترنال سيرفيس، في هنا عندنا هنا جروف كده، واخد بالك، شق كده يسمى الكوستال جروف او الشق بتاع الضلوع. يبقى ده اسمه كوستال كارتليج وده اسمه كوستال جروف. خلاص كده، الحته دي هنرجع لها بعدين، تسمى انجل، ملناش دعوه بيها دلوقتي. اهم حاجه بقى ورا، خلي بالك انا هنا قدام الكوستال كارتليج دي الحته اللي هي بتلحم مع الاسترنم او بتلحم مع عظمه القص، بينما دي الحته اللي ورا اللي هي بتلحم مع الثوراسيك فيرتيبري او اللي هي الفقرات الايه الظهريه. في 3 مكونات، الهيد الراس والنك الرقبه، وفي بروز كده يسمى التيوبريكل. ماشي، ما علينا يعني. يبقى انا عندي هنا ادي الهيد او الراس والنك والايه والتيوبريكل. قال لك عشان نشوف ال3 مكونات دول بشكل اوضح هعمل ايه؟ هقوم جايب الكاميرا بتاعتي، واخد بالك، وباصص من ورا كده، ماشي، فلاقي المنظر بقى اللي هو اللي تحت ده. بص كده، ما ننزل تحت اهو، ده نفس المنظر. يبقى ده هو ده، واخد بالك، بس انا قمت جاي من بره، من ورا، من عند البوستيرو كده، قمت جاي باصص، فلقيت ايه؟ لقيت والله برضه نفس الكلام. لقيت عندي الهيد او الراس، لقيت عندي النك، واخد بالك، او الرقبه، لقيت عندي كده تيوبيركل او ايه او بروز. طيب الهيد يا سيدي، قال لك اهم حاجه الهيد كده عندنا دلوقتي. الهيد عباره عن 2 فاسيتس زي ما احنا شايفين كده، 2 فاسيتس، طبقتين كده كارتليج موجودين على الهيد او على الراس، ما بينهم حته بارزه تسمى كريست. طيب الاثنين فاسيتس دول اهم، بص ممكن نشوفهم برضو هنا اهو، الحته دي، واخد بالك، والحته دي. طيب دمت الاثنين المخصصين للارتكيليشن او للتمفصل مع الفرتبرال بادي او مع جسم الايه الفقره. انا اتفقت معاك ان الضلع راجل طموح، يعني بيعمل تمفصل مع الفقره بتاعته والفقره اللي اعلى، فبالعقل كده الفقره بتاعته هتمسك فين؟ هتمسك في الايه؟ في الفاسيت اللي تحت، واخد بالك، انما الفقره الاعلى منه هتمسك في الايه؟ في الفاسيت اللي فوق. ونكمل كلامنا مع بعض في الفيديو اللي جاي.